الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. سنة ابن ماجه، كتاب الأدب، باب النهي عن النزول على الطريق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأزبتر وله الجماعة. حدثنا يزيد بن هارون وهو من ثقات الأزبتر وله الجماعة. قال أنبأنا هشام. هشام هنا هو هشام بن حسان الأزدي أبو عبد الله البصري من ثقات الأزبتر وله الجماعة. عن الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري وهو من خيار التابعين. عن جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا على جواد الطريق، لا تنزلوا على جواد الطريق، ولا تقضوا عليها الحاجات. نعم، الطرقات طبعا هنا ومنزل الناس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويستحق صاحبه اللعن. قال: لا تنزلوا على جواد الطريق. نعم، جواد الطريق يعني جمع جادة، وهو الوسط، وسط الطريق، وقيل هو الطريق الواضحة التي يسلكها الناس، وقيل الطريق الأعظم الذي يجمع الطرق. طبعا إذا قلنا وسط الطريق، يبقى لا يجوز النزول وسط الطريق، لأنه سيعرض نفسه للمهلكة. ولأن العلماء قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا، هذا نهي، وأصل في النهي التحريم، لأنه النزول على جواد الطريق وسط الطريق يعرض المرء نفسه إلى الهوام والسواء والسباع والكلب العقور والحيات، فهو يعرض نفسه إلى التهلكة. وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. نعم، وإذا قلنا مجتمع الناس فإنه أيضا لا يجوز، لأنه إذا قضى الحاجة على ذلك أضر بهم، وأصل القاعدة لا ضرر ولا ضرار، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة. فهذا أيضا يستلزم اللعن، يؤدي إلى اللعن. فقوله هنا لا تنزلوا كما قلنا على التحريم، لأنها ممر السباع والدواب والهوام، وأيضا إذا قلنا وسط الطريق على واقعنا المعاصر هنا، ويعرض نفسه للموت المحتم، السيارات والمارة، وما أحد ينظر لأحد في هذا الباب، وهو يضر أيضا، ليس هذا المقام الذي يكون له، ولا المنزل الذي ينزل فيه. قال: ولا تقضوا عليها الحاجات، أيضا نهي، وأصل النهي التحريم، أيضا نهي، وأصل النهي التحريم، ولأن هذا يؤدي إلى الضرر البالغ الذي يقع على المارة، والضرر البالغ الذي يقع على الناس. والمرء مأمور ألا يوقع الضرر بأحد. قال علماؤنا: لا ضرر ولا ضرار في القاعدة الفقهية، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. فقوله لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تقضوا عليها الحاجات منهيات، لا بد للإنسان أن يتجنبها، وفيها الحفاظ على نفس المكلف، وفيها أيضا عدم الضرر بالآخرين. هكذا شرعنا الحنيف، ما من شرع يشرعه الله جل وعلا إلا وفيه حفظ النفس وحفظ الآخرين، وأيضا عدم الضرر الذي يقع على الآخرين. فلله الحمد والمنة. الفوائد المستنبطة: الأصل في نهي التحريم، تحقيق المقاصد، تحقيق الألفة، بعدم إنزال الضرر بالآخرين، حفظ النفس من مقاصد الشريعة، حفظ النفس من مقاصد الشريعة، بهذا بفضل الله جل في علاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد رضيت. قد بلغنا إلى الانتهاء من دروس الليلة، ولله الحمد والمنة. شكر الله لكم، وثبت الله لنا ولكم هذا الخير محينا أبدا، ونعوذ بالله من مضلات الفتن، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونعترف بذنوبنا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك ثابتا راسخا وإلى مماتنا، ونسأل الله جل في علاه في عليائه أن يديم علينا هذا الخير. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أدم علينا خيرك وثبته لنا، وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.